الدرس الرابع: متابعة تطور تحول كيميائي عن طريق قياس الضغط. أعزائي الطلبة، بعدما تعرفنا سابقا على طريقتين لمتابعة تطور تحول كيميائي، نتعرف اليوم على الطريقة الثالثة، وهي قياس ضغط الغاز. تستخدم هذه التقنية في حال ما إذا كان أحد المتفاعلات أو النواتج نوع كيميائي غازي، يجب أن يكون هناك نوع كيميائي غازي. الموضوع: بهدف تتبع تطور التحول الكيميائي التام لتأثير محلول مائي لحمض كلور الماء على كربونات الكالسيوم، نضع قطعة كتلتها 2 غرام من كربونات الكالسيوم CaCO3 داخل 100 ملليلتر من حمض كلور الماء. تركيزه المولي C1 تساوي 10 ناقص 1 مول على لتر. نقيس ضغط غاز ثنائي أكسيد الكربون المنطلق والمحجوز في دورق حجمه 1 لتر. حجم الدورق الذي يحجز فيه الغاز المنطلق هو 1 لتر تحت درجة حرارة ثابتة. درجة حرارة ثابتة تي تساوي 20 درجة مئوية. فكانت النتائج المدونة في الجدول التالي. إذن لدينا جدول فيه لحظات زمنية 20، 60 و100 100 ثانية طبعا، مع قيمة ضغط CO2 الموافقة لكل لحظة زمنية. المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي السابق هي CaCO3 زائد 2H بلس تساوي CO2 زائد Ca2 بلس زائد H2O. أولا يطلب منك إنشاء جدول تقدم التفاعل. اثنين إيجاد العلاقة بين NCO2 و X اللي هو تقدم التفاعل، وهذه العلاقة تستخرج من جدول تقدم التفاعل. السؤال الثالث بتطبيق قانون الغاز المثالي الشهير وهو PV تساوي NRT، يطلب منك إكمال الجدول السابق. رابعا يطلب منك تمثيل بيان الدالة X بدالة T، يعطى ثابت الغاز المثالي 8.31 و 1 لتر يساوي 10^-3 متر مكعب. إذن نجيب عن الأسئلة السابقة. جدول تقدم التفاعل الحادث CaCO3 زائد 2H بلس تساوي CO2 زائد Ca2 بلس زائد H2O، وعدنا المراحل الثلاث: الحالة الابتدائية والانتقالية والنهائية. في الحالة الابتدائية توجد فقط المتفاعلات، أما النواتج فهي معدومة لا تتواجد في الحالة الابتدائية لأن التفاعل لم ينطلق بعد. في الحالة الانتقالية تتناقص المتفاعلات وتظهر النواتج. نفس الشيء بالنسبة في الحالة النهائية، أين يختفي أحد المتفاعلات أو كلاهما. السؤال الثاني: العلاقة بين NCO2 كمية مادة الغاز المنطلق و X اللي هو تقدم التفاعل. قلنا من جدول تقدم التفاعل في الحالة الانتقالية نجد أن NCO2 CO2 في العمود CO2 NCO2 في الحالة الانتقالية يساوي X. نقوم الآن بإكمال الجدول السابق وذلك بتطبيق قانون الغاز المثالي. PV تساوي NRT، يستلزم أن N تساوي PV على RT أي كمية المادة الغاز، والغاز هنا هو CO2. إذن NCO2 تساوي PV على RT. بتطبيق هذه العلاقة يمكننا ملء الجدول، لكن قبل أن نطبق عدديا نعود للتذكير بقانون الغاز المثالي والضوابط التي ترافق تطبيقه. هذا القانون يطبق على الغازات التي تخضع لضغط ودرجة حرارة منخفضين. ثانيا درجة الحرارة يجب أن تكون بوحدة الكلفين. ثالثا الضغط يكون لازم بوحدة الباسكال، والحجم مقاس بوحدة المتر مكعب. نقوم الآن بتقييس المعطيات، المعطيات السابقة الموجودة في التمرين وفق الضوابط التي ذكرناها هنا. إذن بالنسبة لدرجة الحرارة قلنا أن تي تساوي 20 دقري سلسيوس، نحولها إلى كلفين وذلك بإضافة 273 تساوي 20 زائد 273 وتساوي 293 دقري كلفين. قلنا أن درجة الحرارة ثابتة في هذه التجربة.
بالنسبة لثبت الغازات المثالية R تساوي 8.30. بالنسبة للحجم قلنا حجم الدورق، حجم الدورق هو 1 لتر. إذن ولأن حجم الغاز هو نفسه حجم الحيز الذي يشغله، وش معناها؟ معناها إذا كان عندك غاز محجوز في قارورة حجمها 1 لتر، فإن حجم الغاز هو هذا هو 1 لتر. لو قمنا بتمزيق القارورة وانتشر هذا الغاز داخل غرفة مغلقة، فنقول أن حجم الغاز هو من حجم الغرفة. إذن حجم الغاز هنا في هذا التمرين هو من حجم الدورق الذي حجمه 1 لتر، وبالتالي تصبح في سي او 2 تساوي 1 لتر. وقلنا يجب أن نضبط المعطيات وفق الضوابط التي ذكرناها سابقا، يصبح في تساوي 1 لتر تساوي 10^3 متر مكعب. ومنه تصبح العلاقة السابقة ان تساوي بي في على ار تي، يعني ان سي او 2 وتساوي بي في و10^3 متر مكعب على 8.31 في 293 وتساوي 4.1 في 10^7 في بي. في بي، وهي العلاقة التي نطبقها لأجمل الجدول. لاحظ معي أنه هنا في الجدول المعطى الضغط كان متغير بدلالة الزمن أو بالنسبة للزمن، وبالتالي لم نقم بحسابه أو إعطاء قيمة له، جعلناه مجهول. إذا نطبق هذه العلاقة من أجمل الجدول، علما أن قيم X هي نفسها قيم N، لأنه من جدول التقدم لدينا أنه N CO2 عد إلى جدول التقدم N CO2 تساوي X، برهنا على ذلك في سؤال رقم 2. إذا نملأ الجدول، تصبح عند لحظة زمنية T تساوي 20 سكوند X تساوي N وتساوي 4.1 في 10^7 في 2280 باسكال، وتساوي 9.36 في 10^4 مول. نفس الشيء عند لحظة زمنية 60 سكوند X تساوي N وتساوي 4.1 في 10^7 في 5560 باسكال، وتساوي 22.8 في 10^4 مول. و T تساوي 100 سكوند X تساوي N وتساوي 4.1 في 10^7 في 7170 وتساوي 29.4 في 10^4 مول. إذا بعد إتمام الجدول نأتي الآن إلى المنحنى البياني الممثل لتغيرات التقدم X بدالة الزمن. نلاحظ هنا أن الدالة التي رسمنا منحناها متزايدة، ومن هنا نستنتج أنه يمكننا متابعة تطور تحول كيميائي عن طريق قياس ضغط الغاز.